وفي الشارقة استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس نادي الشارقة الثقافي الرياضي وأعضاء مجلس إدارة النادي ومجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الشارقة مباركا سموه لهم صعود النادي لدور المحترفين متمنيا لهم التوفيق في الموسم الجديد وتقديم المستوى الذي يليق بمكانة وتاريخ النادي. خلال لقاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي الرياضي بارك سموه صعود نادي الشارقة الثقافي الرياضي لدور المحترفين متمنيا لهم التوفيق في الموسم الجديد وتقديم المستوى الذي يليق بمكانة وتاريخ النادي. وفي توجيهات سموه الأبوية أكد صاحب السمو حاكم الشارقة على ضرورة التحلي بالأخلاق الرياضية من قبل اللاعب والجمهور المشجع للنادي بحيث لا نشاهد أمورا تتنافى مع ثقافة المجتمع أو الدين الإسلامي السمح، كما أكد سموه على ضرورة تقديم المتعة الكروية لمشاهدي المباراة من خلال الرقي بالأخلاق الرياضية ما ينعكس إيجابا على اسم وصورة النادي. كما وجه سموه إدارة نادي الشارقة الثقافي الرياضي الاستعانة باللاعبين القدامى الذين خدموا النادي والاستفادة من الخبرة التي حصلوا عليها في المجال الكروي، ووجه بضرورة اختيار اللاعب ذي المستوى الجيد بحيث يستفيد النادي من موهبته الكروية ولا يكون عرضة للجلوس على دكة الاحتياط طوال الموسم. كما نبه سموه اللاعبين إلى الابتعاد عن انتقاد الأخطاء التحكيمية بعد المباراة، ولفت سموه إلى ضرورة الأداء الجماعي بين اللاعبين في الفريق الواحد. واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة من الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس نادي الشارقة الثقافي الرياضي عن الصعوبات التي يواجهها النادي، ووجه سموه بتذليل جميع الصعوبات التي تقف عائقا أمام نادي الشارقة حتى ينافس ويحقق أفضل المستويات. لأخبار الدار محمد سليمان.